السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ سارة يوسف. تنتمنى لكم تكونوا بألف خير. اليوم وصفة جديدة غنديرو مسمن ديال الفران. اليوم مسمن ديال المنظر ديالو زوين وحتى المذاق غزال بالنسبة للحشوة كتبقى لكم، ولكن القاعدة اللي هي المسمن غنعطيها لكم نعطيكم الأسرار ديالها باش تنجح لكم ونتحصلوا على مسمن مورق كيجي في الفران غزال. ونتمنى لكم تجربوا لوليداتكم ويعجبكم. ودابا ندوزو المقادير وطريقة التحضير. نبداو بالمقادير. غنحتاجو 4 ديال الفورص ولا 250 غرام ديال الدقيق الأبيض. هانتوما بالنسبة لي ما عندوش الميزان مثلا، هانا هانتوما شفتو أن العبار ديالها وهو زلافة اللي تنشربو فيها الحريرة، زلافة ديال الدقيق الأبيض. عندي هنايا 50 غرام ديال دقيق الفينو ولا دقيق قمح صلب، أنا عبرتها بمعالق هنايا باش اللي ما عندوش الميزان، يعني 4 المعالق عامرين جيدا بدقيق الفينو ولا دقيق القمح. عندي سكر فاني باش يجي من السم هذا المسمن. عندي ملح، عندي شويه السكر وشويه ديال خميره الخبز، ماشي بزاف يعني واحد المعلقه صغيره ديال خميره الخبز، والماء الدافئ اللي جمع العجين. دابا غندوزو للطريقه. اول حاجه نجيبو الفرص ديالي، نختار نوعيه جيده الفينو كيف ما قلت 4 المعالق يكونوا عامرين مزيان. نحاول ندير واحد الحفيره هنا الوسط. غنجيب الخميره، غنخلط معاها شويه ديال السكر، سكر الفاني هاهي تكبو أرواح يلا أرواح، والملح غنديرو فهاد الجهه باش يخلينا الخميره دغيا تفاعل. غنجيب شويه ديال الماء دافي، نقدرو نديرو الحليب باش يجينا اخف ويجينا احسن وألد، ولكن حتى بالماء راه كيجي مزيان. ودابا نجمع العجين ديالي عادي بحال لا غنعجن العجين ديال كل نهار. من بعد ما كنجمع العجينه ديالتي ندلكها واحد شويه ونغطيها ترتاح واحد 5 حتى 10 دقائق، من بعد نرجع نشكلها. من بعد ما كدوز واحد 5 حتى 10 دقائق كنجيو دابا نشكلو غير ترتاح شويه العجينه. غنديرهم صغيورين لانني مازال غندير وحده في وحده، يعني خصني نديرهم صغار. نجيب الدوخه نديرهم صغيورين هذا الحجم، لان مازال غندير كيف ما قلت غندير وحده في وحده باش يجيو مرقين. العجينه راه شيشه. غنكمل هكا نكمل الكرايات كاملين، من بعد نتلاقى. من بعد ما تنكملهم هنايا انت عطاتني 16 حبه تقريبا، ندهنهم شويه بالزيت باش ما تكونش ليا داك القشره من الفوق، خليهم واحد 5 دقائق غير باش يجوني ساهلين باش نطلقهم. بالنسبه للحشوه، الحشوه تتبقى اختياريه. انا غير كان عندي هنايا جبن الريكوتا، غنديرو حلو، تقدروا ديروه مالح، يعني تقدروا تنسموه بالاعشاب، بالثوم بودره، بالبصل بودره، تقدروا تزيدوا عليه هذا الدان فيمي وتخلطوه، تخلطوا معاه شي انواع ديال الجبن، يعني كيف ما تبغوا. انا غنديرو حلو، غنزيد ليه غير شويه ديال السكر، غنزيد ليه سكر الفانيلا، غنزيد شويه ديال ماء الزهر، شويه شي معلقه كبيره هكا، خلط هادشي كامل هو اللي غيكون الحشوه. بالنسبه للمسمن غنجيبو الزيت، الزبده هكا مذوبه، والنشا مايزينا، اللي ما توفرش عنده النشا يدير دقيق الفورص الدقيق الابيض، غير هو بالنشا كيجي مورق اكثر وتيجي خفيف اكثر. اول حاجه نمشيو ندهنو شويه سطح العمل بالزيت، هذا من نجيب الكره غنبسطها غير بالزيت. غنجيب شويه الزبده هكا، ندهن ونرش النشا بحال هكا، وندير مربع ندير النشا ما بين كل ثنيه وثنيه،
باش يجيني مورق. ها هو المربع، نخليوه هذا يرتاح. شوية الزبدة وغندير النشا وغنجيب المربع الأول اللي درتو نبسطو هنا هكا ونشكل عليه المربع. ونخليه يرتاح، غنكمل بحال هكا تنكمل جميع الكرات عندي. يعني كل وحده غندوبلها، كل وحده غنديرها في وحده اخرى، يعني في الاخر غتبقى يوليو عندي 8 ديال هاد المربعات. من بعد غنجيبو المربع اللي تحصلنا عليه ملي جمعنا جوج ديال المربعات، ندهن شويه بالزيت ونحاول نورقو بحال هكا. نجيب شويه ديال الحشوه، الحشوه هنا كتبقى اختياريه، يعني ما كل واحد وكيفاش غيدير الحشوه ديالو. نقدر ندير غير شويه ديال لا كريم باتيسير نصايبها ون ما نوصلش الحشوه حتى للجناب باش يلصقوا ليا. نجيب هذا ونلصقوا مع هذا، نحاول نلصقهم. نجيب هكا غير نقاد داك باش يعطيني شكل زوين. هكا باش يعطيني بحال الشوسو، ونحطو في البلاطه ديالي. كيف ما قلت الحشوه تتبقى اختياريه، يعني نقدر كيف ما قلت ندير غير شويه ديال لا كريم باتيسير، ندير تفاح معسل. دابا راه يكون وقت ديال التفاح، نجيب التفاح نقطعو مربعات ونديرو في مقلة، ندير ليه شويه الزبدة شويه ديال السكر وشويه ديال القرفة ونعسلو حتى يهبط ونعمر به حتى هو تيجي مزيان. نقدر نديرهم مالحين، نقدر نديرهم غير سامبل ما فيهم حتى شي حاجه، غير نعمر هكا الوسط. نقدر نحطهم غير هكا بحال المسمن ديال الفران العادي اللي تنديرو، يعني الحشوة تتبقى ليكم. غنجيب دابا الحشوة كما قلت نوصلهاش للحواف باش تشد ليا. باش داك المثلث نتحصل عليه باش نقدر نجيب الشوكة ولا فرشيط وانا نحاول نقادو من هنا الا ما بغيتش نقص هاد الجوانب. هكا كيجي، ومن بعد نشوف كيفاش نزلفو. كنسخن الفران ديالي على 200 درجة، وغنجيب شويه ديال البيض، صفار ديال البيض مخلط مع شويه ديال الحليب، وغندهن بهم الفطائر ديالي وتزين كيبقى لكم. تقدروا ديروا الجنجلان، تقدروا ديروا رقائق اللوز ولا البافو خشخاش، يعني كيبقى لكم الاختيار. غنجيب شويه ديال الكاوكاو مهرمش ولا اللوز ولا اللي كان، ونديرهم. انا عندي ما محمرش، غيتحمر دابا في الفران، من بعد ندير ليه الناباج باش يجي لامع.
كيف ما قلت ندخلهم على درجة حرارة 200 درجة، غنخليهم حتى يطيبوا ويتحمروا من الفوق ونخرجهم ونقدمهم لكم بصحة وراحة. ها من بعد ما خرجتهم من الفران كيجيو محمرين وزوينين. كاين اللي خرجت لي ليهم الحشوة ماشي مشكل، المهم انهم مورقين. بقى نسخان اما نكون هزيتهم، انا نجيب شوية الناباج وندهنهم هكا باش يبقاو ليا داك اللون اللي تيعجبنا. هكذا كيجيو الفطاء ديالي ولا المسمن ديال الفران اللي شاركت معكم. نتمنى يعجبكم وتجربوه. ما تنساوش تشتركوا في القناة بالنسبة اللي باقي ما اشتركش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديوهات جداد. ما تنساوش ديروا جيم الى عجبكم الفيديو وشي تعليق محفز باش نزيد مازال ندير وصفات جديدة. وشكرا لكم، شكرا تشجيعاتكم.